اليوم راح نسوي الكيكة اللي أغلبنا يتعنى الكافيهات حتى يأكلها، الكيكة اللذيذة، كيكة العسل الروسية. ما غلت الزبدة واندمجت مع السكر، وتأكد أن السكر ذا بنضيف العسل كله، نتأكد أنه مضاف كله. بعد ما اضيف بيكربونات الصودا بتصير عمليه فوران للخليط. بعد ما تكرمل الخليط نضيف البيض، بيضه بيضه، وحنا نحرك الطحين والملح على دفعات. جمعت العجينه صارت بهذا الشكل، محتاجين نعجنها باليد. قسمت العجينه 7 كرات متساويه، ووفرت كل حبه على ورق زبده. بدينا نصف الطبقات، شوفوا القرص بعد الخبز ما شاء الله تبارك الله.